الأرض والأرض أنت، هنا التراب، هنا أرض يشهد التاريخ على بطولاتها. تضحيات أبنائها سجلت مجداً مخلداً تكلل بالعز والفخار. مشاهدينا الكرام، أهلاً بكم في برنامجكم أناديكم. نتواجد اليوم في شمال قطاع غزة للقاء أكثر من عائلة أسير من عوائل الأسرى الأبطال لنقل رسائل الأمل والحرية. ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في منزل القيادية في حركة فتح السيد صالح قداس، مسؤول لجنة الأسرى في إقليم الشمال، في هذه الجمعة الجميلة لأكثر من عائلة أسير في بيته. نشكره على هذه اللفتة في جمعه لأكثر من عائلة أسير وفاء لأسرانا ولعوائلهم. في البداية سيد صالح، يعطيك ألف عافية ومشكور مجهودك وتعاونك في وجود عوائل الأسرى هنا. حياكم الله في منزل الشهيد القائد، منزل الشهيد إياد قداس أخي. أنا بحييكم على هذه اللفتة الجميلة لتوصيل رسالة أهالي الأسرى لأبنائهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي. في يوجد لي رسالة للقيادتين، قيادة حماس وحركة فتح في جمهورية مصر العربية الآن في المباحثات للمصالحة، وجه لهم رسالة. قضية الأسرى وقضية القدس أهم من المناكفات السياسية، ومتمنين من الله عز وجل بأن يذهبون يخرجوا من مصر مرفعين الرأس وهم متفقين على المصالحة. لأنه يعني يوجد لدينا ملفات هامة، ملف القدس، ملف اللاجئين، ملف الأسرة اللي إحنا الآن مجموعين، عائلة الأسيرين آل أبو الجديان وعائلة الأسير الحاج أحمد، رائد الحاج أحمد. فكل التحية لأهل عوائل الأسرة والأسران البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي. يعني كل التحية لك سيد صالح. بالتأكيد الجميع يأمل بأن يكون هناك مصالحة، هناك وحدة وطنية لصالح كل القضية الفلسطينية وخاصة ملف الأسرة مثل ما ذكرت، ولكن أنه وجود يعني عائلتين الأسير نائل وإياد أبو الجديان وعائلة الأسير رائد الحاج أحمد، هناك الكثير من سنوات الانتظار لدى العائلتين، وأنت في السابق قضيت تجربة من الأسر بألام وظروف السجن. هناك رسالة لهم لعوائل الأسرى، ماذا تقول لهم؟ إن الفرج قريب بإذن الله تعالى. نأمل من الله كل مساجيننا وكل معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي الخروج بإذن الله منصورين مرفعين الرأس. الرسالة لعوائل الأسرى بنقول لهم الصبر طيب والفرج قريب بإذن أكيد. الله، والسجن عمره ما بنى على أي معتقل في العالم. أكيد يعني إحنا بنتمنى الحرية لكل أسرانا. كل الشكر والتحية لك السيد صالح قداس، عضو قيادة أقليم الشمال في قطاع غزة، مشكور على هذه اللفتة الجميلة. مشاهدينا الكرام، يعني في هذه الجمعة في لقاء عوائل الأسرى نبدأ مع عائلة الأسير البطل رائد الحاج أحمد، لكن قبل أن نبدأ مع والدة الأسير ننوه أن الأسير رائد معتقل منذ عام 2004 ومحكوم عليه بالسجن 20 عاما، أعوام من الألم والبرارة والبعد عن أهله وأحبته. في البداية أرحب بوالدة الأسير أم رائد، طبعا يعطيك ألف عافية. الله يعافيك أم رائد. طبعا في البداية كيف أمورك؟ كيف كانت آخر زيارة لرائد؟ الحمد لله. والله بسم الله الرحمن الرحيم، أنا والدة الأسير رائد الحاج أحمد، سجننا في حص الصحراء ومحكوم 20 عام، مضى منهم 13 عام، يعني الشهر الجاي بصير 13 سنة. ممنوع عمل الزيارة من 2016 29 16 4 2016، يعني حتى الآن وأنا ممنوعة، يعني هاي نبدأ قرب على السنتين.
كيف بتعرفي اخباره؟ كيف بكون انه وجود انه ابنك لحتى الان في هاي السنتين ما شفتيه ولا زياره؟ والله انا من انه خلال بطمن عليه من خلال الصليب الاحمر والاسرى اللي بيطلعوا من عنده يعني. تمام. والاهل الاسرى اللي بتزور بتجيب لي اخبار بروح يعني اطمن عليه منهم، وبعت له معاهم كانتينا واواعي يعني زي هيك انا بعرف اخباره يعني بس. ان شاء الله بنسمح لك لزياره ام رائد وتقدري تشوفيه وجها لوجه. هل مناسبات مرت من عيد الاضحى وقبل يعني عيد الفطر وشهر رمضان؟ كل هالمناسبات عم نول عيدين يعني ورمضان، وهي السنه برضه رمضان وعيدين. وابوه لما في 29/7 السنه هذه منعوه من الزياره، جاته جلطه على القلب ونام في المستشفى الحمد لله على سلام. الله يسلمك. وعملنا له دعامات وهي يعني جاي عشان ان شاء الله رائد يشوفه هيك ويطمن عليه. ان شاء الله ان شاء الله دائما يكون بهالسلامه ويقدر كمان يطمن عليه الاسير رائد. رائد اكيد له هالذكريات هالمواقف الحلوه اللي عايشتوها مع بعض. كل الذكريات الحلوه. ايش بتذكرينا من هالذكريات الحلوه؟ كفايه ابتسامته الحلوه بتذكرني فيه، هذه بتروحش من خيالي بالمره. واكيد ابتسامته ما اخذها منك خالته ام رائد، انك دائما مبتسمه وروحك المعنويه العاليه. الحمد لله الحمد ان شاء الله يعني مثل الصبر والايمان الحمد لله صابرين وثابتين الحمد لله. الحمد لله على كل حال يعني ان شاء الله مثل هاللقاء ومجموعين نقدر نيجي نهنيكم يا رب يا رب. احنا وكل اهل الاسره ان شاء الله كلهم هيك الله بيهدي بالنا وبالهم جميعا ان شاء الله. بيطلع اولادنا واولادهم وكلهم ان شاء الله بيطلعوا وبنفرح بطلعتهم يا رب ان شاء الله. نطمن عليهم بزورهم هم مش احنا بنزورهم بس ان شاء الله برضو بتمنى من رب العالمين ان نزوره. وانا بناشد من خلال اذاعتكم يعني بناشد كل العالم انه يعمل يعني يكون داعم لنا ولاسرانا وانه يعني نحصل على زياره لانه حق بسيط هذا حق انساني مش اي حاجه أكيد. يعني من حقوقنا ان نزور اولادنا ونشوف. اكيد مرائد احنا بنشد على ايدك ومعك في هذا المطلب ان شاء الله بتتحقق يعني هالمطلب بزياره تنسمح لك حتى تشوفي هذا مطلب ابنك. بسيط يعني وانساني مش طالبين اي حاجه هذا اقل يعني ان نزور ابننا بس يعني ونشوف ونطمن عليه ان شاء الله مرائد يعني. مرائد طبعا احنا حابين كمان انه ناخذ اكثر من رساله من العائله ماشي. ننتقل لشقيقه الاسير رنا. طبعا رنا يعطيكي الف عافيه. الله يعافيك رنا. شو حابة تطمنينا بآخر تطورات يعني تحكينا تحكيها لشقيقك الأسير رائد؟ ما بحكي له إن إحنا الحمد لله كلنا بخير، مش ناقصنا غير إنه يكون بيننا إن شاء الله يا رب اليوم هذا يكون قريب، وإن شاء الله الفرج إله ولجميع الأسرة، وإنه يدير باله على حاله وعلى صحته. إحنا الحمد لله مش ناقصنا غير إنه يكون بيننا بس ان شاء الله. طبعا رنا انت ورائد كاخوه كنتم في البيت، اكيد تجمعكم الاخوه والصداقه، ممكن ابني تذكرينا موقف عايشتيه لحتى الان بتتذكريه من رائد؟ والله في كثير مواقف بيني وبين رائد بالذات، يعني نحن كثير قراب من بعض حتى بالسنين يعني في فرق بسيط بيننا. تمام. هو يعني قريب جدا مني يعني الاسر، بقيت احكي له كل اسراري يعني كل شيء كل شيء هو بيعرفه. الحين بفتقده انا لاني ما بحكيش لحدا بحكيش الا له هو كنت. يعني هو كان الكاتم لكل اسراري. هو ان شاء الله يا رب يطلع ونرجع نحكي زي زمان ان شاء الله نسهر مع بعضنا وترجع الايام الحلوه وارجع اسمع ضحكته في البيت. ممكن وانتم صغار كان له شغلات نهفات في البيت، كان له مثلا بحب يتفرج على التلفزيون انتم كاخوته، ايش ممكن شغلات من هاي المواقف؟ هو كان بحب يمزح كثير معنا يعني خلينا قاعدين مثلا يعمل لكم جو يعمل لنا جو في البيت يعني خلي الواحد يكون قاعد متنكد مثلا تنسجموا معاه اهم حاجه يعني بتضحكوا بقينا ننسجم معاه. هو كان فكاهة البيت كله يعني هيك حنون وطيب وبقى ايش ما يهونش عليه يشوف حدا زعلان. حلوة هالصفة الموجودة فيه. شو حابة توصلي له رسالة بما انك بتتذكري كل هاي الشغلات؟ انا بوصل له رسالة انه يدير باله على حاله وانا مفتقداه كثير، وان شاء الله يا رب ربنا يفرجها عليه عن قريب ان شاء الله ويرجع بيننا بترجع الايام الحلوه زي زمان ان شاء الله. طبعا ان شاء الله بترجع هالضحكه الحلوه وكل هالايام اللي عايشتوها معا. ننتقل لوالد الاسير ابو رائد. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك ويعطيك الصحه. يعني
يعني الحمد لله انت بخير وبنقدر انه نطمن ابنك انك كنت يعني طلعت من العملية الحمد لله بألف سلامة. الحمد لله بخير، هذا بخير، وبقول لك هذا بخير، صحتي 100% والحمد لله ما تخابش علي. الحمد لله، ان شاء الله ابو رائد بتشوف ابنك بالسلامه وتقدر تفرح عليه. احنا كثير بنشكر انه وجودك حتى انك خرجت من عمليه وتتواجد معنا اليوم، الف سلامه عليك. ننتقل لشقيق الاسير الاخ سامح، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك، الله يخليك. طبعا اخ سامح، انه وجود الاخوه في البيت اكيد مهم، من الاخوه الاخوات تجمعت اللمه كلها حلوه في البيت. اكيد. كيف كان رائد من هاي الشغله؟ شيء مميز كونه انه انا وياه كنا ننام مع بعض، كنت اروحنا متاخر وهو يروح متاخر، بس كانت الحياه حلوه. ليش؟ كنت انا اشتغل طول الاسبوع تمام وريحه الجمعه، او هو انا اشتغل طول الاسبوع وهو يريحني الجمعه، يعني تريحوا بعض. فكنا ما نتكاتل على يوم الجمعه مين اللي يسرح، مين اللي ياخذ يوم الجمعه، مين اللي يسرح ومين اللي يقعد. انا اقول له لا، انت كل جمعه بتاخذ، انا بدي اقعد هلا الجمعه كلها معك. طب هلا انه ايش اكثر يعني الهوايات اللي بحبها رائد؟ ممكن كان يحب شغله مثلا في الكوره، رياض، ايش اكثر حاجه كان هو كان يحب؟ الكوره. تمام. يلعب كوره في مدرسه الفخوره، حتى يعني اصدقاء موجودين كانوا يقولوا صوته بوصل لعند التوبه، كان يغلبكم حتى في لعب الكوره. يغلبهم هيهم قاعدين في لعب الكوره. كره ايش اللي كان يمارسها؟ كره القدم, القدم. تمام. آه. يعني كان يلعب ممكن في الشارع وحتى في المدرسة في الأماكن العامة. مدرسة الفخورة قريبة وهم هي مجمع الشباب، كانوا يلعبوا فيها، يعني هي موجودة دائما. تتذكروا هاي يعني كل نهفة كل حاجة كان. كل إشي بنتذكره. إيش حابب بما إنه إحنا بنحكي هلأ عن الشغلات الحلوة اللي في رائد وبعض صفاته وهواياته وحتى إنه كان يلعب في الكرة وإشي هيك، شو حابب تقوله لرائد هلأ؟ والله بحب اوجه له رساله له ولجميع الاصل، يعني الصبر طيب، والسجن بنبنيش على الرجال وعلى الاسود، ونقول لهم انه يعني انا بقول له يعني بوجه له رساله خاصه، انه كان يستنى انه تيجي الي مولود، فان شاء الله الشهر الجاي بطبق هو ال 13 سنه وبتجيني جودي، وان شاء الله بكون هو بينا ان شاء الله. ربنا ان شاء الله ربنا يقوم زوجتك بالسلامه وتجيب هالمولوده ان شاء الله هالجدي، بتفرحوا فيها. مشكور على هاي الرساله. طبعا مشاهدينا الكرام، من الجميل ان يكون هناك بين الاصدقاء المواقف والذكريات التي ما زالت عالقه في اذهانهم. ننتقل لاصدقاء الاسير، نتعرف عليك. صديق الاسير محمد عبيد، صديق الاسير عبد الحاج احمد. اهلا وسهلا فيك. طبعا اخي محمد، هالحياة ومرت هالسنين وبتفتقدوا وجود رائد، شو بتتذكر من رائد من مواقفه؟ والله بكفي انه كنا يوم مع بعض، يعني نطلع مع بعض، ننزل مع بعض، كان لنا فريق كورة نلعب مع بعض، اذ كانوا احنا على البحر، طبعا هو له على السباحة كمان، يعني مواقف كثير حلوة. حلو. تتذكروها هلا انه بنتمنى وجود رائد؟ ليش هلا مش معنا؟ والله نتمنى يكون موجود بيننا الحين قبل بكره، هو طبعا جميع الاسرى ان شاء الله. شو حابب توصل له رساله؟ والله انا بقى ب ب ب بطلب من الاحتلال، طبعا بطلب من الرئاسه من عندنا الفلسطينيه، نعم، انه الافراج عن جميع الاسرى ان شاء الله من سجون الاحتلال، وبالاخص الاسير رائد، يعني له 20 سنه، يعني اللي 15 سنة أنا ما شفتوش الحين، يعني طبعا إحنا بنأمل نسيتها يعني من كتر ما هو بعيد عنا. نأمل الإفراج عن كل الأسرى الأبطال. مشكور أخ محمد. ننتقل لصديق الأسير، نتعرف عليك. صديق الأسير راد الحاج أحمد، صديق ونسيم العمودي. أهلا وسهلا فيك. أهلا. طبعا إنه شو هال يعني قرابة وصداقة في نفس الوقت، تتذكروا لرائد يعني في مر بينك أكثر إشي أنت ولا كانت الفترة قصيرة؟ طبعا بنتذكر الأيام الحلوة، بنتذكر شجاعته، بنتذكر شهامته، عطفه، ضحكته. الأيام حلوة كتير كانت بيناتنا وإحنا بنفتقده كتير. كنتم بنفس الوقت كمان تلعبوا معاه كرة؟ طبعا بقينا نلعب كورة ونطلع نتسلى على البحر، نتحادث مع بعض، كانت أيام كتير حلوة بنشتاق له كتير فيها، وإن شاء الله ربنا طمنا عليه وربنا يفرج عنه إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك على هاي الرسالة. بننتقل أيضا لصديق الأسير، نتعرف عليك. صديق الأسير همام المقوسي، أهلا وسهلا فيك. أهلا بيك. شو حابب توصل هالرسالة لرائد؟
أنا بوصل رسالة لرائد الحاج أحمد أنه يصبر وإن شاء الله الفرج قريب، وببعث سلام لكافة أسرانا في سجون الاحتلال، وإن شاء الله بكون الفرج القريب لجميع أسران البواسل إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله الفرج القريب لرائد ولكل الأسرى الأبطال داخل السجون والمعتقلات. مشاهدينا الكرام، ما زلنا نستمر معكم في نقل هذه الرسائل، ولكن نخرج وإياكم إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. عقلي بعبده يوم أسرى من اتمل حلو في السجن أسرى يا باي قولي عاهد كل بيت وكل أسرى ما ننسى أولادنا خلف البواب يا باي يا أسرى ويا معتقلين ما بيتعمر موطننا ما بيكمل حلم فلسطين غير برجعتكم إلا يا أسرى ويا معتقلين ما بيتعمر موطننا ما بيكمل حلم فلسطين غير برجعتكم إلا وتتكسر الديود وتزول القضبان لما العدل يسود ويغور السجان تتكسر الديود وتزول القضبان لما العدل يسود يا أسرى ويا معتقلين يا أسرى ويا معتقلين ما بيكمل حلم فلسطين إلا برجعتكم إلنا يا أسرى ويا معتقلين ما بيتعمر موطننا ما بيكمل حلم فلسطين إلا برجعتكم إلنا ما بيكمل حلم فلسطين إلا برجعتكم إلا
مرجعتكم إلا مرجعتكم إلا. عدنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامجكم أناديكم في استكمال الحديث مع عوائل الأسرى في منزل القيادي صالح قداس في منطقة الفخورة شمال قطاع غزة. ننتقل إلى عائلة مناضلة قدمت شهداء وقدمت أسرى، عائلة الأسيرين نائل وإياد أبو الجديان. طبعا نرحب بوالدة الأسيرين إياد ونائل أبو الجديان. أم إياد كل عام وأنت بألف خير. أنت بخير بالصحة والسلام إن شاء الله. طبعا أم إياد في البداية خلينا نحكي نبذة عن إياد. إياد إمتى اعتقلوا؟ اعتقلوا إياد سنة 2010. إيش الحكم اللي واقع على إياد؟ أخذوا 19 سنة، وأخوه شقيقه 7 سنين. نائل نائل تم إفراجه إن شاء الله في 13. نائل إذن إنه الأسيران إياد ونائل معتقلة منذ عام 2010. إياد محكوم عليه بالسجن 19 عاما. نعم. ونائل محكوم عليه بالسجن 7 سنوات. هاي السنوات الطويلة انتظرت فيها إياد، كيف مرت عليك؟ والله مرت علي ظروف صعبة، يعني عشان أولادي يعني مش حوالي موجودين، والعيد بمر برضه هم مش موجودين عندي، يعني صعب علي وأولادهم عشان دائما عندي أولادي بكونوا وأولادهم أكيد. بقول لهم يما إن شاء الله أصبروا والصبر كويس وإن شاء الله ربنا بفرجها عنكم إن شاء الله. خلتم إياد إن شاء الله أنتم جميع الأسرى والأسيرات إن شاء الله، وإن شاء الله الفرج قريب لكم ولجميع الأسرى والأسيرات إن شاء الله، والصبر كويس يما الإنسان يصبر أكيد دائما الصبر كويس. الصبر مفتاح الفرج ان شاء الله. مسموح لك للزياره؟ بروح ازور. امتى اخر زياره كانت لك؟ اخر زياره من قيمه شهرين. كيف كانت الزياره؟ طمنينا عنها. كيف والله الزياره كويسه، يعني لما بنشوفهم يعني وهم بفرحوا لما نشوفوا اهاليهم يعني ونسوانهم وطفالهم. سمحوا يعني كل شغلات جديدة انه تدخلوها للاسير ولا انه الامر على ما هو؟ بمرقوا اواعي يعني ملابس لهم. بتتمني انه في شغلات انك تخديها للاسير لكن انه بتمنع؟ والله بتمنى نفسه في كل حاجه، بقول لهم ان شاء الله يما بتطلعوا. ممكن يكون نفسك انك تجيبي له شغله او اكله من ايدك او شيء؟ اكله من ايدي والله دائما بقول له والله يما، بقول له والله نفسي فيها، بقول ان شاء الله يما بتطلعوا بعمل لك اللي بدك اياه يعني. ان شاء الله. شو الاكلات اللي كان يحبها؟ والله بقول بدي مفتول، بدي فطير، بدي بقول ان شاء الله يما. اكيد هذه اكلات يعني بقول اكلاتك زاكي، بقول له والله ان شاء الله يما بتطلعوا. ان شاء الله بيطلع بالسلامه. طبعا اياد ونائل الاثنين نفس الطلب ان شاء الله. بقول لهم ان شاء الله، بقول دائما ديري بالك على اولادي، بقول له والله يما اولادك في عيني محطوطين ان شاء الله بتطلع يعني. ان شاء الله. خالتم اياد، اياد ونائل خلال انه وجودهم معك في المناسبات كيف كانوا معك، وخاصه انه يصلوا الارحام والاقارب؟ والله باقي اولادي كويسين والله، يوصلوا عماتهم وخواتهم، وهذا يقولوا يما واجب علينا اساسا نصل أرحامنا. أكيد العائلة هلأ بتفتقد إنه وجودهم. شو حابة توصلينهم لإياد ونائل؟ شو حابة توصلي لإياد ونائل؟ والله بقول لهم يما ديروا بالكم على حالكم، والله خواتكم بيسألوا عنكم دائما، وأصحابكم والأقارب تبعينكم بسلموا عليكم كثير السلام، من يسأل عنكم والله بقول دائما بيسألوا عنكم. ان شاء الله بيصل السلام. ان شاء الله كل من يسال عن اياد ونائل يكون في اول استقبال ان شاء الله يا رب، هم جميع الاسرى ان شاء الله يطلعوا ان شاء الله. ننتقل لزوجة الاسير اياد. طبعا ام علاء يعطيك الف عافيه. الله يعافيك يا رب. ام علاء انه زوجة الاسير بجانب ايضا والدة الاسير بتتحمل معاناة كبيرة انه زوجها مش موجود. صحيح. بتقومي بدور انه الاب والام لابنائك، كيف هاي المسؤولية بتتحمليها كزوجة اسير؟ والله مسؤولية صعبة، صعبة يعني بشكل ما تتصورهوش، لان اولادي يعني لما انحبس ابوهم كانوا صغار، والدة كبرة وصاروا شباب وكلهم بمروا بسن مراهقة، ويعني كله تعب علي. انا يعني بتمنى انه جوزي يطلع في اقرب وقت، أقرب فرصة يعني يكون بناتهم. طبعاً يعني لما الأسير تم اعتقاله ترك كم ولد إنه وراه خلال هاي الفترة؟ 5 أولاد، 3 أولاد وبنتين معايا. 5 أولاد وبنتين. يعني طبعاً 5 أولاد بنتين منهم الصغير الكبير ممكن الشقي، كيف إنه هاي التربية كانت إنه كلها لزوجة الأسير تتحمل هاي المعاناة؟ والله هي الوحدة من غير يعني جوزها أبو أولادها، طبعاً يعني المشوار صعب.
والتربية برضو صعبة خصوصا في الأيام اللي احنا بنمر فيها، يعني التربية مش كتير سهلة. أنا بتمنى أبوهم إن شاء الله يطلع بالسلام ويحمل معي حمل إن شاء الله. كل الأيام تتمنى وجود إن شاء الله زوجك، مش في المناسبات ممكن، لكن ممكن المناسبة تكون أكبر موقف صعب إنك تتمنى يكون موجود. إيه والله، هي يوم العيد صراحة، يوم العيد بمر علي يوم كئيب جدا، هاي أسأل عمتي كمان يعني أكيد بقضي يعني يوم صعب، بحس حتى بالمرة بدي أطلع من الدار، بدي لمكان تاني، منخنق كتير. يعني احنا معكم قادرين مشاعرك ام علاء، يعني كيف انه زوجة الاسير وام الاسير بتعاني كل هالمعاناة في ظل عدم انه وجود زوجها او نجلها. انه منشوف انه الابناء، خلينا نسمع انه صوتهم، ننتقل لابن الاسير. خدي ماجد، نتعرف عليه. والماجد ابو الجديان، نتعرف عليك. ماجد ابو الجديان. ماجد، كيف حالك يا ماجد؟ الله يسلمك. قديش عمرك يا ماجد؟ 10. طبعا ماجد بتحب انه تشوف مثلا والدك، تحب تشوفه في الزيارة، عمرك شفته؟ يعني كل يوم كيف بتشوفه، من خلال الصور ولا انك بتزوره؟ بزوره. يعني لما بتزوره بتعرف انه هذا والدك، انه كان نفسك تشوفه، يعني وصلك مثلا على المدرسة تشوفه في العيد؟ اكيد صح. ايش حابب تحكي للبابا؟ ان شاء الله تطلع بالسلامة، بسلم عليك ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي بيطلع والدك بالسلامه. بنرجع لام علاء. طبعا ام علاء، خلال الزياره مسموح يكون معاكي اولادك ممكن تحت سن 16 سنه مثل ماجد؟ يعني خلال كانت اول زياره انه يشوف فيها والده، كيف كانت؟ والله ما تخيليش، يعني كان زمان، كان من قمت، كان له 4 سنين ما شافهم. مش تمام، هما من قمت سنتين لسه سمحوا للزيارات، ف يعني شاف اولاده. كيف كان اللقاء؟ اللقاء يعني والله كويس، ما بينوصف هاللقاء اللي كان فيها المشاعر الجيشه ما بين والد ويشوف ابنائه. اكيد والله، يعني لحظه حلوه، يعني كثير انبسطوا الاولاد وانبسطوا، خصوصا ماجد بس اللي بمرق عليه لانه هو اصغر واحد، بمرق مرق عنده وحضنه وشافه، يعني ما تتخيلش يعني هذه اللحظة. إن شاء الله بينجح. لحظة صعبة وحلوة كمان. أكيد. كمان لما طلع من عنده، يعني ما ولد صار يعيط يعني. صحيح أكيد، بالرغم من قصر مدة الزيارة إلا إنه حلوة إنه تشوف يعني الوالد يشوف أبنائه وكذا. شو حابة توصلي له رسالة لزوجك؟ بوصل لجوزي رسالة إن شاء الله الفرج قريب، ويعني لعن له خير وكل شيء، كل يعني الوعد هذه اللي فطا اللي قضاها. ان شاء الله يعني هيك الفرج القريب ان شاء الله، ربنا يفرجها عليه وعلى جميع الأسرة، ونقول له هانت ان شاء الله كلكم بتطلعوا هيك يا رب، في ان شاء الله بوادر كويسه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خير. اكيد الامل بوجه ربنا كبير، إن شاء الله. والفرج ان شاء الله قريب لكل الأسرة. بنشكرك زوجة الاسير اياد ابو الجديان. بننتقل ايضا لابناء الاسير اياد. نتعرف عليك. محمد. محمد اهلا وسهلا فيك. محمد قديش عمرك هلا؟ انا عندي خشيت في 16. تمام، قديش كان عمرك لما اعتقلوا الوالد؟ كان 9 سنين. 9 سنين، يعني كنت طفل صغير في هذا الوقت. تتذكر انه كيف انه والدك اعتقلوا وانت طفل، ومرت هالسنين وعمرك هلا 16 سنه، يعني 8 سنين ما شفت الوالد. صحيح. ايش حابب تعبر له عن هاي السنين؟ والله يعني ايام صعبه كانت، و بتمنى يكون بناتنا ان شاء الله في العيد الجاي ان شاء الله. حاب توصل له شيء للوالد؟ والله بنقول له احنا تمام الحمد لله، بنقول له اصبر، الصبر جميل، وان شاء الله ان شاء الله ربنا بيفرج عن جميع الأسر. ان شاء الله الفرج لوالدك ولكل الأسرة. شكرا لك. ننتقل ايضا لاقارب الاسير، ابن خال الاسير. نتعرف عليك. الاخ اياد ابو جديان ابن خاله. اهلا وسهلا فيك. طبعا اخ اياد، وجودك في هالعائله واكيد انه بتربطك صداقه بالاسيرين، شو حاب تحكي لنا عن اياد وانائل؟ والله بحكي لك، بالنسبه للاخ اياد، اياد زلمه مناضل في الانتفاضه الاولى، سجنه عند الاحتلال 3 سنوات ومصاب في عينه من الاحتلال، واياد الان انحبس عند الاحتلال بامور ونحكم 19 عاما
وكان إياد شخص شجاع وشخص عنده طموح لأهله لشعبه ولجيرانه لأصدقائه. كان إياد شخص محبوب وطيب وحنون، وإحنا نتمنى إفراج على كل المعتقلين. بالنسبة للأخ نائل أبو علي شاب حنون وطيب والكل بحبه يعني، والأم الصبورة التي صبرت وعانت كل المعاناة، قدمت الشهداء وقدمت الأسرة وقدمت الجرحى من أجل الأبطال الذين في سجون الاحتلال، ونطلب الإفراج عن كل المعتقلين. طبعا مشكور أخ إياد على هاي الرسالة، وإن شاء الله الفرج القريب للأسيرين إياد ونائل أبو الجديان وكل الأسرى الأبطال. من هذا المقام مشاهدينا الكرام نوجه الشكر لمن جمع وائل الأسرى في بيت السيد صالح قداس، كل الشكر وتحية لك سيد صالح. طبعا مشكورين عوائل الأسرى في تواجدهم اليوم معنا، عائلة الأسيرين إياد ونائل أبو الجديان وعائلة الأسير رائد الحج أحمد. مشاهدينا الكرام نستمر معكم في نقل رسائل الأمل والحرية، ابقوا معنا. أنتم قلوبكم ما زالت تنبض بالأمل والحياة. مشاهدينا الكرام نتواجد الآن في بيت الأسير البطل رائد محمود الشيخ، معتقل منذ عام 2000 ومحكوم عليه بالسجن مدى الحياة. طبعا في هذه العائلة المجموعة من أشقاء وشقيقات الأسير، نرحب بهذه العائلة. لكن في البداية نبدأ مع والدة الأسير أم رائد. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير بالصحة والسلامة. وانت بألف خير. امرأة طبعا في البداية نتحدث عن رائد، كيف كان رائد معك؟ كان رائد جدع وشاطر وكويس وأخلاقه كويسة، والحمد لله كان الكل يشكره يعني، وما كان ما يحبش يعني يروح ويجي مع الشباب، اللي كان يعني دائما ملتزم في قرايته، ملتزم في عمله، والحمد لله كان مطيع لأمه، كان مطيع لوالده ومطيع للكل، ويعني كان كويس جدا يعني الرائد. يعني الحمد لله كانت علاقته طيبة مع الحمد لله الكل. كانت علاقته طيبة جدا. ما بعد اعتقاله ام رائد كيف مرت الظروف والسنين الطويلة وانت بتنتظري فيه؟ ايش يعني كانت مرت الايام، كانت كلها حزن، وكانت يعني كل ما اتذكره يعني كنت اشعر بعذاب كثير. اكيد. والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله ربنا يفرج عليه ويفرج على جميع المعتقلين، وربنا إن شاء الله يجيب اللي فيه الخير، وإحنا متأملين في وجه الله الإفراج الكامل عنه عن جميع المعتقلين إن شاء الله. وإحنا يعني بنناشد جميع اللي ماشيين في الصفقة هذه وحطوا اسمه، لأنه أنا يعني كتير يعني تعبت من الزيارات وتعبت من الروحان والجيان، وتعبت اني اشوف ابني يعني دائما بين اربع حيطان في هالسجن، لا يشوف اخ ولا يشوف اب ولا يشوف اخت ولا يشوف حد. احنا بدنا اياه يطلع الاولاد ويطلع لنا بالسلامه. يعني احنا يعني احنا هذا عرايد امانه في اعناقكم، اكيد انكم تديروا بالكم على اسمه، معيد دول فات يعني الصفقه راحت منه ان شاء الله. يعني خالته مرائد انه كل الاسرى ان شاء الله يطلعهم كله بالسلامه بين احضان عوائلهم. طبعا الاسير رائد اعتقل وترك خلفه انه عائلته له زوجه وابناء، كيف امور زوجته وابنائه؟ يعني يعني الحين انت زوجك لما يبعد عنك كيف بتحس شعورك؟ اكيد لما يجي مثلا عيد وزوجته مش وجوزها مش عندها واولاده مش يعني عند ابوهم، كيف تبقى شعورك انت؟ لكن رائد انه الاصعب انه زوجته وابنائه مش عندكم هلا، انه هم مش عندنا، ما انت عارف انه مش عندنا يعني،
واحنا يعني بنطالب يعني كثير كثير بطالب. مرائد وين هلا هم موجودين؟ هم في رام الله ساكنين وما لهمش بيت يعني. واحنا بنطالب، احنا بدناش منه شيء الا غير بدي ابني يطلع لي بالسلامه. ان شاء الله ان شاء الله بيطلع بالسلامه. امراد امراد رائد، هو كان عندك، كان بما انك ذكرت انه علاقته كانت طيبه مع الجميع واخلاقه الحلوه، شو بتتذكري من رائد من خلال وجوده في المناسبات في الحياه اليوميه؟ ايش بتتذكرين؟ بتذكر ايش بتذكر؟ بتذكر كل اعماله. طبعا خلتم رائد، احنا ما بدنا هاي الدمعه اللي احنا بنشوفها، ان شاء الله بنشوف دموع الفرح في استقبالك لابنك رائد، وتقدري تحضنيه من جديد ويعوضك عن كل الايام والسنين اللي فاتت. يعني خلتم رائد بنقول لك ربنا يقويك حتى يشوفك رائد بمعنويه عاليه ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ان شاء الله ربنا يصبرك. واكيد هاي المعاناه الموجوده في كل بيت اسير وكل أم أسير إنها بتنتظر ابنها. إيش حابة تقولي لرائد يا خالتم رائد؟ بقول له يما الحمد لله أنت بخير وكويس، وأنت الحمد لله يعني رفعت راسنا ورافع راسك الحمد لله، وأنت يعني هذا السجن إلك، السجن للرجال مش أكيد. للنساء، والحمد لله رب العالمين من فضل الله، يعني هو الله معطيه العزيمة القوية، ويعني مبسوط وبقول الحمد لله هذا حكم ربي علي. الحمد يعني لله. هو لا ييأس على انه مسجون. الحمد لله، الحمد هذا لله. اكيد في عزيمه قويه قويه جدا يعني عزيمته، وان شاء الله ربنا بيفرجها عليه وبيفرجها على الجميع ان شاء الله. ان شاء الله ام رائد الفرج لرائد ولكل الاسرى، ربنا يقويك ويصبرك ويطول في عمرك وتقدري تشوفيه لرائد عن قريب. وعم ننتقل لعمه الاسير. طبعا اهلا وسهلا فيكي ويعطي الف عافيه. انا عمته لرائد. شو حابه توصلي رساله لرائد؟ ان شاء الله بطلع بالسلامه، ويعني مشتاقه له، وله ذكريات عندي عمرها ما بتنسى ذكرياتي مع رائد، ويعني هو يعني بقى لينا نهار نهارنا لينا، وان شاء الله يا رب بطلع لنا بالسلامه. وحب علينا يعني نشوفه بين العائله هانا ومجموع بينه وبين اخوته، وإن شاء الله بطلع بالسلامة يا رب. إن شاء الله. شكراً لك على هاي الرسالة أم تامر. طبعاً ننتقل لشقيقتي الأسير، نتعرف عليكي. أنا أخته جميلة. أهلا وسهلا فيك. أنا بسلم عليك يا رائد، وإن شاء الله بتطلع بالسلامة يا رب، والسجن للرجال، وخليك قوي العزيمة إن شاء الله، وعن قريب إن شاء الله بتكون بيننا يا رب. إن شاء الله. طبعاً جميلة، شو حابة تخبري رائد في تطورات جديدة في حياتك، وشو عندك أبناء، شو حابة تخبري؟ أنا عندي ولدين وعندي بنتين، وما شاء الله صلاتنا بابني في الجامعة. ما شاء الله ربنا يخلي لك إياهم. بنتي في الثانوية كبيرة، وإن شاء الله يا رب لما تطلع إن شاء الله، إن شاء الله بتحضر عراسهم يا رب. إن شاء الله. إن شاء الله بتكون عن قريب بيننا يا رب. ان شاء الله. شكرا لك جميله. ننتقل لشقيقه الاسير ايضا، نتعرف عليك. انا اخت الاسير امان. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. بحكي له كيف حالك يا اخو، كيف انت، ايش اخبارك؟ ان شاء الله يا رب يجينا بالسلام وهدات البال يا رب، والله يجمعنا فيك عن قريب يا ربي. ان شاء الله. امل، شاء في مواقف تتذكريها لحتى الان من رائد؟ ما في اي مثلا موقف لحتى الان غلبي مثلا، كان غلباوي معكم والله، كان علاقته مثلا حلوه؟ كان كل ايامه حلوه معانا، وان شاء الله برجعنا بالسلامه يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. إن شاء الله. طبعا هاي البنت اللي معك الصغيره؟ لا هذه بنت اخويا. ما شاء الله مهدي. عليها، خلينا نتعرف عليها. شموسه هذه. يلا تفضل. طلعي ماما. كيف حالك يا عمو؟ قولي كيف حالك يا عمو؟ كيف حالك يا عمو؟ انا شمس. ان شاء الله. انا شموسه. قولي. انا شموسه. ما شاء الله عليها، ربنا يخلي لكم اياها، وان شاء الله بيطلع وبيفرح كل صغير وكبير. ماشي، ننتقل لشقيقه الاسير، نتعرف عليكي. انا زينب اخته لرائد. اهلا وسهلا فيكي. جاد بسلم عليه، وان شاء الله الله يفك اسره يا رب ويحمينا اياه، وزي هاليوم يكون باحضاننا وباحضان امه، والكل مشتاق له، الله يصبره. إن شاء الله احنا مشتاقين له كثير. اكيد يعني الاشتياق يعني موجود. ام امجد، شو حابه تخبري لشقيقك؟ ايش في عندك ابناء؟ ايش في اخبار حلوه حابه تخبري؟ الحمد لله الله اعطاني ولدين، الولد الاول صف ثالث ابتدائي والثاني اول، وعندي بنت صغيره هي حلوه بتسلم على خالها. ما شاء الله عليها. خاله رهف. رهف ايش؟ ابو سمره. قولي كيف حالك يا خاله؟
بحالك. أنا بحبك. بحبك. ما شاء الله عليها، ربنا يخلي لك إياها ويفرح إن شاء الله بشوفتها. ننتقل لشقاء الأسير. طبعا نتعرف عليك. أخوه للأسير رائد الشيخ عمر محمود الشيخ. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. أخ عمر، قبل ما نبدأ بإيصال الرسالة لرائد، شو حط يعني تدينا نبذة عن رائد؟ نبدأ عن رائد؟ أكيد. اللهم صل على سيدنا محمد. رائد السلام. الأسد الفتحاوي القابع في سجون الاحتلال، من صغره هو رجال، رجال بمواقفه، رجال بكلماته وبوعده حر. رائد بتعامل معنا، هو بتعامل معنا كأب، بتعاملش معنا كأخو. رائد الأب الروحاني اللي احنا او كل الناس بتحلم انها تلاقي أب زي رائد بأفكاره وبأسلوبه. رائد إنسان واضح وصريح، وكل من بعاشره وبيجلس معه وبتفهم عقليته بيحترم قراراته وبيحترم أسلوبه وبيحترم شخصيته. بالنسبة لرائد من صغره ابن تنظيم فتح، وطبعا التنظيم هذا الظاهر في آل الشيخ بأكمله، حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وكلنا أولاد الشيخ، سلطة سلطة رام الله، السلطة الشرعية التابعة للأب الراحل الشهيد ياسر عرفات، ومن ثم الرئيس أبو مازن محمود عباس. أنا طبيعة الحال بتمنى الإفراج القريب للأسير رائد ولجميع الأسرى بدون استثناء، وببعث تحياتي لكل أسرى سجون الاحتلال الإسرائيلي، كل اسم باسمه وكل حي بلقبه وكل فرد بقريته وبمدينته المحتلة، سواء كانت من الضفة أو سواء من 48 أو سواء كانت من غزة. فكل الاحترام لجميع الأسرى في سجون الاحتلال، وبحكي لهم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله الإفراج القريب لكم بإذن الله وبوجود سيادة الرئيس برضو أبو مازن إن شاء الله. يعني بشكرك على هاي اللمحة الطيبة لسيرة الأسير البطل، وهالرسالة اللي بتوصلها للجميع. مشكور أخ عمر على هاي الرسالة. ننتقل لأقارب الأسير، خال الأسير، يعطيك ألف عافية، نتعرف عليه. الله فيك، الله خليك. أنا محمود عايش الشيخ، خال الأسير رائد الشيخ. أنا بتقدم بالتحية أول حاجة لتلفزيون فلسطين، نتقدم للقيادة الفلسطينية بالتحية، ولكل من ساهم في هيك موضوع أنه يوصل صوت أقارب الأسرى للأخوة في السجون الاحتلال. والله مصلى على سيدنا محمد. نتمنى من القيادة الفلسطينية أن تعمل جاهدة على إخراج إخواننا الأسرى من سجون الاحتلال، وبذل أكبر جهد لهذا الموضوع، وتخلي يعني نسبة من العمل لهم، يعني تديهم نسبة أكبر حتى يعودوا لأهليهم ووطنهم إن شاء الله. وإحنا بنحيي جميع الأسرى، جميع الأسرى سواء كانوا من الأخوة في أي تيار من تيارات الشعب الفلسطيني بدون استثناء. وتحية طيبة جدا لأخويا رائد اللي هو صديقي، كان رائد وأعتز فيه، ولكل الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال إن شاء الله. كل الله التحية لك على هذه الرسالة. ننتقل أيضا لأقارب الأسير، ابن عم الأسير، يعطيك ألف عافية. معكم عبد الحميد الشيخ ابن عم رائد. تحية له في السجن، إنها 17 سنة ما شفناهوش، وعزيز علينا على قلوبنا، وأحلى فترة عشناها معايا في الضفة لما كنا في رام الله. مشتاقين له كثير، وربنا يفرج على الأسرى كلهيتهم من استثناء، وربنا لا يطول عليهم شده، وربنا يخلينا نشوفهم بيننا وبين احبايبهم، وان شاء الله كل الأسرى يطلعوا بالسلامه ان شاء الله. مشكور على هاي الرساله. ننتقل الى شقيق الأسير، نتعرف عليه. انا ابن عم الأسير. اهلا وسهلا فيك. رائد ابن عم نادر الأسير. الشيخ بتقدم له بكل التهاني والتحيات، وبقول له اصبر، الفرج قريب إلك ولإخواننا الأسرى
في سجون الاحتلال، بتقدم ايضا بالتهاني تلفزيون فلسطين لما يقدمه من تسلم. يعني طبعا هذا واجب للأسرى داخل السجون لإخواننا وحبايبنا في سجون الاحتلال ليقدروا يتواصلوا مع أهليهم ويعرفوا إيش اللي صار وإيش اللي بيجرى في حياتنا اليومية. وبنقول إن شاء الله الفرج قريب إن شاء الله للكل، لرائد وجميع أسرانا في سجون الاحتلال إن شاء الله. مشكورة على هاي الرسالة. ننتقل أيضا لأقارب لسنا، نتعرف عليك. أنا باسل جميل الشيخ ابن أخو الأسير رائد محمود الشيخ، أتقدم له كل معاني الاحترام والتقدير لما قدمه لبناء وطنه وما ضحى له، كما تقدم له نعم بالشكر والتقدير. يعني أحب توصل له هالرسالة، تفضل. حاب أوصل له إنه إحنا كتير اشتقنا له وحابين نشوفه بيننا في كل الأفراح والأحزان، حابين نشوفه في كل مواقف، كل مواقف البطولية، واشتقنا له كتير. كما تقدم باسمي واسم عائلتي لعمي الأسير رائد الشيخ أبو محمود تحية الوطنية ولجميع الأسرى، كل أسير باسمه ولقبه وبلده. أتمنى له ولكافة الأسرى الصحة والإفراج القريب العاجل، وما زلنا وما زلتم أنتم عنوان للقضية والوفاء ولفلسطين إن شاء الله. أكيد هم عنوان الصبر والصمود. مشكور على هاي الرسالة، إن شاء الله الإفراج القريب للأسير رائد وكل الأسرى. بننتقل لعم الأسير أبو فادي، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك أبو فادي، شو حاب توصل رسالة لرائد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والحاجة نهدي سلامنا من بين العائلة الكريمة، وبالطمنوا أنه الكل هم بخير وما يهملش همهم. أهم شيء أنه يفكر بس في وضعه هو ووضعه الصحي، وإن شاء الله بنقول له أنه إن شاء الله الفرج قريب جدا إن شاء الله، ويضل له أمله في وجه الله، ما يهملش هم، ما يفكرش. إحنا من ناحيتنا وضعنا بخير وكل هيتنا بخير، وهيك شايفنا قاعدين كل هيتنا مجتمعين، مش نقصنا إلا شوفتك. ما تفكرش في حاجة، خلي أملك في ربك كبير دائما دائما، خلي الأمل بين عينيك، وإن شاء الله الفرج قريب إلى كل جميع المساجين إن شاء الله إن شاء الله. مشكور أبو فادي على هاي الرسالة. أيضا الشكر لكل من تواجد من عائلة الشيخ بإيصال رسالة للأسير البطل رائد محمود الشيخ. إذن مشاهدينا الكرام، هم الذاكرة وبها ومعها الحرية لكم أسرانا الأبطال، وتحية لكم مشاهدينا الكرام، ودمتم ودم الوطن.